تعالوا بما ان احنا بنتكلم على هذا الابداع، الابداع واحنا عندنا الحقيقه نقابات مهمه، نقابات اساسا بتهتم ايضا بالموهوبين، بتهتم بالمبدعين، بتحافظ عليهم، بتحافظ على حقوقهم، وبتهتم كمان انه يعني لما يبقى في مبدع حقيقي ويبدا يمارس مهنه زي مهنه التمثيل مثلا، لازم يكون من خلال يعني وجود نقابه عشان يبقى كمان في كده ايه تمثيل له قيمه. يعني مش عارفه دور نقابه المهن التمثيليه مع ما ستقدمه المتحده ازاي ممكن يكون التعاون، وازاي ممكن يكون في تعاون كده يدفع كمان بالمنتدى والابداع للامام. الفنان دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، مساء الخير دكتور اشرف. يا فندم مساء الخير، وكل سنه طيبه. وكل سنه وانت طيب والف خير. اولا قول لي رايك ايه في هذا المنتدى في هذا التوقيت؟ يعني احنا في مصر بنشوف شباب موهوبين يا اما على السوشيال ميديا يا اما على التيك توك، طاقات كده مهدرة. لما يبقى فيه منتدى للإبداع ويبقى فيه قنوات كده يعني داروا المبدعين يظهروا من خلالها. بص، أنا هقول لحضرتك على حاجة. أنا كنت مع فريق يعني ولادي طلبة معهد الفنون المسرحية، كنا في رحلة بنعرض في سوهاج. تمام. وأنا في سوهاج قعدت سرحت في الطاقات الإبداعية العظيمة اللي موجودة في الصعيد وفي الدلتا وهنا وفي كل المحافظات، واحنا لازم دورنا ان احنا نكتشف الكنوز اللي موجوده دي. الى ان فوجئت بطبعا توجيهات فخامه الرئيس، ثم بالمبادره العظيمه اللي دشنتها المتحده وهو منتدى الابداع في كافه المجالات. فقلت الدنيا بخير، وفعلا هو ده الصح، لان فعلا احنا محتاجين اللي يكتشف المواهب العظيمه والكنوز العظيمه اللي موجوده في مصر، وليس في القاهره فقط ولا في الجيزه فقط طبعا، ولكن في الصعيد وفي الدلتا وهنا 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 وهنا. والحقيقه احنا بيننا وبين الشركه المتحده الكثير من التعاون، وهي مقدمه خدمات عظيمه جدا جدا جدا. لكن بهذه المبادره او بهذا المنتدى هي بتجاوب على اسئله كتير جدا محيره الشباب، ومديها فرص. يعني في ناس بتطلع تضحك على الشباب دول وتستغل. صحيح. هنا المنتدى جاوبت على السؤال. صحيح. يا ايها المبدعون اتفضلوا تعالوا. ايوه بالظبط. احنا قناه شرعيه نتولاكم. احنا كنقابات واحنا كمؤسسات مسؤوله اجنحه لنا. صحيح. فانا بقول ان 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 كل الشباب المبدعين وخاصة في صعيد مصر وفي محافظات مصر يطمنوا ويتفائلوا، لأن هناك من يبحث عنكم ويبحث عن إبداعكم ويحط في قنواته الشرعية ويؤهلكم للظهور طالما أنت موهوب أو طالما أنت مبدع. طب أنا هسألك سؤال. طبعا بتفق جدا مع كل الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس أنا هسألك سؤال دكتور أشرف. يعني أولا يعني تولي المتحدة لهذا المنتدى اللي هيبقى فيه عدد من المبدعين في كل المجالات، أنت في مجال التمثيل مثلا أعتقد هتبقى بالنسبة لك المهمة، مش عايزة أقول أسهل أو أيسر، بس هيبقى المبدع جاي من قناة شرعية. هل ده بالنسبة لك كمان هتقدر أنت تتعامل معاه بشكل جيد بقى، يعني وأنت بتقدم التصريح وأنت بتتبناه وأنت بتدخله النقابة الدنيا هتبقى مختلفة؟ هقول لحضرتك على حاجة. طالما موهوب أهلا بيه. صحيح. طالما موهوب أهلا بيه، لكن إحنا كمسرحيين أو كممثلين أو كفنانين مقصرين في حق المحافظات. ده حقيقة، رغم إن المحافظات مصر دي كنوز. هي كنوز. يعني كنوز بجد يعني. فالنهاردة يعني أنا بقول لحضرتك أنا كنت في سوهاج وبفكر في ده، جيت لقيت اللي حاصل. صحيح. فسقفت وانحنيت احتراما وتقديرا ليه؟ لان انا نفسي نجيب نعرج ان عادل امام تاني، سمير غانم تاني، احمد زكي تاني، سعاد حسني تاني. صحيح. انما احنا مش عايزين نعتمد على احنا 100 وشويه مليون، يعني 100 وشويه مليون مش ممكن. اكيد هناك مبدعين في كافه المجالات، انا في الاخراج، في الشعر، في الغناء. صحيح. ولما يبقى في قنوات شرعيه كمان المبدع هو كمان يبقى مطمن ويبقى خلاص حاسس انه بينجز. معاك كتالوج. بالظبط. حقيقي يعني.
يعني أنا كمان سعيدة لأنه إحنا تابعنا في الدراما هذا العام التعاون اللي كان ما بين النقابات الفنية وتحديدا نقابة الممثلين وأيضا دراما رمضان، فأعتقد أنه مثل هذه المنتديات والدراما وتولي المتحدة أيضا يعني كان في كده يعني شغل كان واضح جدا على الشاشة. يعني أعتقد أنت السنة دي كنت في أسعد حالاتك بالنسبة لوجود الفنانين في أعمال كتير. الحمد لله ومتفائلين، وفي النهاية إحنا لاقيين من هو مهموم بينا ومهموم بمشاكلنا. صحيح. ومهموم بمرضنا ومهموم بوجعنا ومهموم بفننا. فالحقيقة يعني أنا بجد نيابة عني وعن كل زملائي بشكر الشركة المتحدة. الخدمات كتير، المبادرات كتير، أنا مش ملاحقهم وأنا سريع. المهم إن إحنا كلنا يعني نتعاون معاهم، يعني الجميع يتعاون ويخرج المنتدى يعني فعلاً بإبداع رائع. يعني حركتهم سريعة. صحيح. رغم إن أنا سريع بس هم سابقيني أو أنا بحاول ألحقهم يعني. أكيد. أنا بشكرك جداً فنان دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كل سنة وأنت طيب، بشكرك شكراً جزيلاً.